العالم يبحث عن الأميرة المختفية كيت ميدلتون. غرابة الأمور التي تحيط بوضعية هذه الأميرة جعلت الكثير من النظريات تحوم حولها. فمنذ أن نقلت في سيارة إسعاف إلى مستشفى منذ أشهر، اختفت الأميرة فجأة، وبدأ القصر البريطاني في كل مرة يفاجئ شعبه بحكاية مختلفة في ظل غياب تام لأميرة ويلز. أولا، ظلت الأميرة في المستشفى دون أن يزورها أحد من عائلتها، ثم بعد ذلك وبأسبوعين أعلن الملك تشارلز عن إصابته بسرطان البروستاتا دون أن يمارس عليه أي ضغط للإفصاح عن هذا، الأمر الذي جعل الكثيرين يكذبون هذه الرواية ويؤكدون على أن سرطان الملك مفتعل للتغطية على أمر آخر. ظلت كيت مختفية، ثم نشرت صورة لها مع أولادها، تم التأكد بعد ذلك من أنها صورة مفبركة. بعد ذلك بفترة ظهرت الأميرة في فيديو قالت فيه بأنها تعاني من السرطان، فيما كانت خلفية الفيديو جامدة فلم تتحرك أوراق الأشجار وراء كيت بينما تحرك شعرها من الريح. كل هذا كان يمكن أن يكون عاديا لولا أن هذه العائلة المالكة تفتقر لثقة الناس بعد مقتل الأميرة ديانا. فهل يمكن أن يكون مصير كيت مشابه لمصير حماتها؟ كيف اختفت كيت ميدلتون رغما عن أنها قد صرحت بأنها ستذهب في رحلة إلى إيطاليا مع زوجها؟ وفي صورة ما كانت فعلا تحت الرعاية الطبية، لماذا لم يزرها أحد من أهلها في المستشفى وزارها فقط زوجها وحموها تشارلز؟ أي هذه الدرجة يزورها الملك ولا يزورها أبوها وأمها؟ تلك الصورة التي ظهرت فيها في سيارتها مع والدتها تم التأكد أيضا من أنها مفبركة، حيث كان لسيارة كيت 5 عجلات وكان وجهها مختلفا عن العادة. صورتها في عيد الأم كانت مليئة بأخطاء الفبركة، حيث يظهر عدم تواصل الخط في ثياب ابنتها مثلا. حتى قضية مقتل حبيب أختها السابق بيبا لم تأخذ أي حيز من الاهتمام وتم تجاهلها بطريقة مثيرة للاستغراب. كل هذا جعل الكثيرين يخمنون بأن الأميرة ربما قتلت، وإلى يومنا يبحث العالم عن أميرته المفقودة. وكل هذا طبعا لأنه لا أحد يثق في العائلة البريطانية.